وما هي أسباب زيادة الرزق والمال؟ للمال والرزق قوانين قدرها الله لعباده وذكرها في العديد من آياته، وأولها تقوى الله وصدق التوكل عليه، لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وثانيا كثرة التوبة والاستغفار، لقوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. وثالثا الشكر والرضا، لقوله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ورابعا صلة الأرحام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه.